في هذا الفيديو أول ظهور لزوج الفنانة ريم فكري الله يرحمه. هذه أول مرة غادي يبان هكا مباشرة في هذا الفيديو، بزاف الناس يبحثوا عليه، وفي الواقع هو سميته الحقيقية رضا فارس، هو زوج الفنانة المغربية، كما أنه كيحمل الجنسية المغربية وعمره 37 سنة. قررت الفنانة ريم فكري عدم الكشف عن صورة زوجها أو الهوية ديالو اللي ما عمره بان في وسائل الإعلام من قبل. زوج الفنانة ريم فكري الله يرحمه رضا فارس كيحمل الجنسية فرنسية وكان حاضر من أصول مغربية، كما أنه ناجح في المجال التجاري والاستثماري، وتزوج سنة 2023 من الفنانة ريم فكري من بعد قصة حب، وللأسف توفى في 8 فبراير 2024 بسبب اختطاف وقتله من قبل مجموعة من المجرمين. وفي الحقيقة سبب قتل زوج الفنانة المغربية ريم كيرجع لنزاعات وخلافات بينه وبين أشخاص انتشرت شائعات على تورطه في ممارسات غير قانونية. للأسف تفاصيل جريمة قتل زوج ريم فكري الفنانة المغربية رضا فارس تم اختطافه وتعذيبه في منطقة المحمدية، ومن بعد تم قتله وتقطيع الجثة والتمثيل بها، وحد الآن تحقيقات مستمرة لكشف حقيقة هذه الجريمة. أما الفنانة ريم المغربية فتولدت في مدينة الدار البيضاء في سنة 2001، هذا كيعني أنها كتبلغ 22 سنة من العمر حاليا، وكما معروف فهي كتخدم في مجال الفن والغناء وأيضا التمثيل، كتمتع بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعروفة بشخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي. تنقولوا في النهاية إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمه والله يصبرها هي كذلك، وكنتمنوا الشائعات والكلام الخايب اللي كيخرج في مؤخرا ما يبقاش، حيت أصلا الجوتة مازال ما تلقاتش، والخبر ديال الوفاة صعيب بزاف عليها وعلى العائلة ديالو، فمن الأفضل الشائعات والمعلومات الشخصية ما كانش أبدا على العائلة ديال الزوج أنها تخرج وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.